كلنا نحب المال، الله يقول استغفروني أعطيكم أموال. خذ هذه القصة الواقعية التي جرت لأحد زملائي. يقول في رمضان الماضي حملت برنامج في الجوال اسمه سبحتي، وأنا حقيقة حملته واستفدت منه، برنامج يعني يعد معك في الأذكار. المهم يقول والله يا سلطان أصبحت أستغفر كل يوم كل يوم، سبحان الله، لأني أشوف العدد الاستغفار أتفاعل مع العدد. يعني يقول في يوم 25 من رمضان جاتني رسالة على الجوال، تم إيداع 18500 ريال في حسابك. يقول استغربت منين جت هذه 18500، يعني يقول ما كلمت أحد ولا رسلت أحد ولا هو براتبي يعني تحويل. لما رجعت للنت وشفت الحوالة، من شركة كنت أتعامل معها في مشروع، أنهينا التعامل، يقول أنهيت التعامل معها قبل 5 أشهر، يعني أغلقنا الملف المبايعات اللي بيننا. إيش المبلغ هذا اللي جاني؟ يقول هذه بقايا مبالغ من حقي تأخروا في سدادها فأرسلوها لي في رمضان. كيف جاءت 18500؟ منين جاءت؟ اللي حرك ما هو؟ ويمددكم بأموال. وجرب، لا تجرب التعامل مع الله، بل خذها كعبادة، وأيضا لها فوائد أكثر من الاستغفار، ولكن أكثر بطريقة مميزة. إذن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن من فوائد الاستغفار المدد المالي. طيب غير المال يا رب؟ ويمددكم بأموال وبنين. وهذه رسالة لكل عقيم، من ليس عنده أولاد وبنات، نقول إن من الوسائل غير الفحص الطبي والأمور الطبية المعروفة التعامل مع الله عن طريق الاستغفار. آية واضحة. سبحان الله، لو قال لك طبيب هذا الدواء اللي استمرت عليه كل يوم هذا يحرك عندك مدري إيش الأشياء، وإن شاء الله يساعد في قضية الإنجاب، تلقى هذا الرجل أو المرأة ما يتركها أبدا، ولا لا؟ طب الله يقول لك استغفر وأعطيك ولد، ما نشوف نفكر. يقيننا بالله ضعيف، يقيننا بكلام الطبيب وكلام مستشفى في ألمانيا وفي أمريكا صريح وواضح، أما اليقين بالله فضعيف للأسف عند بعض الناس. من فوائد الاستغفار ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، جنات وبساتين وخيرات وأنهار، كل هذا بالاستغفار.